الجيش العربي السوري يبسط السيطرة الكاملة على بلدة الزارة كما نشاهد. هذه الساحة ضمن البلدة التي كانت تتحصن بداخلها عصابات جند الشام وتنظيم جبهة النصرة، والآن هي تحت قبضة الجيش العربي السوري. نشاهد عمليات التخريب التي قامت بها عصابات الإرهاب من خلال تفخيخ المنازل، كما نشاهد هنا أيضا بعض العبوات الناسفة داخل هذا المنزل. هنا أيضا أحد الساحات في بلدة زارة كما نشاهد عمليات التخريب التي قامت بها العصابات الإرهابية قبل أن تندحر، قامت بتفخيخ عدد كبير من المنازل. هذه هي تحصينات العصابات الإرهابية قبل أن تندحر أمام ضربات الجيش العربي السوري. هذه شعارات إرهابي جند الشام وتنظيم جبهة النصرة. هنا أيضا يوجد مصنع للعبوات الناسفة داخل أحد أوكار الإرهابيين في بلدة الزارة كما نشاهد أدوات الإجرام للعصابات الإرهابية. هذه عبوات ناسفة كما نشاهد عدد من العبوات الفارغة وأيضا عدد من العبوات مجهز بأسلاك كانت معدة للتفجير. أيضا وجود عدد من الأسلاك هنا. أيضا كما نشاهد أحد الصواريخ محلية الصنع التي قامت بصناعتها العصابات الإرهابية. أيضا هنا عدد من القذائف، أيضا بعض الأصابع المعدة للتفجير. ندخل هنا إلى مكتب ما يسمى الهيئة الشرعية في بلدة الزارة. طبعا كانت هنا تصدر التعليمات للإرهابيين لقتل الناس وعمليات النهب والسلب داخل هذه البلدة والاعتداء على القرى المجاورة. كانت إذن أمر العمليات يصدر من هذه الغرفة. هنا وصلنا إلى الساحة الرئيسية في بلدة زارة كما نشاهد. هذه الساحة كانت من خلالها تقوم العصابات الإرهابية بالتحصينات والاعتداء على المواطنين داخل هذه المنطقة. كانت تتخذ من هذه الساحة عدد من مقرات وأوكار لها للاعتداء على المواطنين. الآن قد دخلنا قرية زارة التي كانت عاصية بحسب نظر المسلحين عن الدولة، حيث وصفها أحد الإرهابيين بأنه لم يدخلها الجيش، إنها الآن تحت سلامك بواسطة الجيش العربي السوري. لقد قمنا بالدخول إلى قرية زارة من عدة محاور وهي الآن بالكامل تحت سيطرة الجيش العربي السوري. أيضا وصلنا هنا إلى جامع بلدة زارة كما نشاهد. أيضا هذا الجامع لم يسلم من اعتداءات الإرهابيين، جعلوا أيضا متاريس وتحصينات داخل هذا الجامع وجعلوا منها أوكار لهم، فقاموا بالاعتداء على قدسية هذا الجامع. هنا كما نشاهد مكتب الدعوة لعصابة إرهاب جند الشام. كما نشاهد أيضا هذا الوكر والمقر كان بجانب جامع قرية الزارة. قامت العصابات الإرهابية بالاعتداء على الجامع وجعلت منه عدد من التحصينات وأوكار لها. دخلنا إلى داخل مكتب ما يسمى الدعوة لعصابة جند الشام كما نشاهد. هذا الوكر والمقر كان طبعا هو مقر لعصابات الإرهاب للاعتداء على المواطنين في بلدة الزارة. أيضا هنا مجمع مدارس بلدة الزارة كما نشاهد اعتداءات الإرهابيين على هذا المجمع، كيف قاموا بالاعتداء على المدارس بالكامل وقاموا بتخريبها لمنع الطلبة من الدخول إليها. منطقة الزارة مثل ما بتعرفوا انتم منطقة هامة بالنسبة للمسلحين وبالنسبة للقطر. اولا بمر منها طريق دولي عام اللي هو حمص طرطوس اللاذقي، ثانيا بتمر منها شبكات نفط وغاز وشبكة كهرباء للمنطقة الساحلية، ثلاثة ملاصقة للحدود اللبنانية، وتم اعتداءات متكررة على الأهالي في القرى المجاورة وعلى خطوط النفط والغاز. كان لابد من تنفيذ عمل عسكري لتحرير هذه المنطقة من الإرهابيين. كثير كانوا مراهنين انه الجيش السوري ما قادر يدخل الى الزارة والتلال المحيطة. طبعا من خلال انتم تابعتونا انتم خلال الاعمال القتالية، من خلال التحصينات اللي كانت موجودة خلال عامين كاملين، تحصينات انتم شفتوها، خنادق تصل احيانا لكيلو متر طول الخندق، فهي كانوا مراهنين على انه لا يمكن انه يدخل. اثنين مثل ما لاحظت انا من خلال الاعمال القتالية مع المسلحين في كثير كان سلاح متطور، يعني معظم اللي استسلموا او اللي قتلوا من المسلحين
سلاحهم 90% من سلاحهم أمريكي. إنجاز جديد تحققه أبطال الجيش العربي السوري بالانتصار على الإرهابيين في بلدة الزارة. لأخبار تلفزيون العربية السوري معين درغام من قلب بلدة الزارة. للمزيد